السلام عليكم، صباح الخير. نتلاقي الليلة في ميلايف توثيق جديد لإبداعات خرطومية يدعمرت بعد ميزة القيادة العامة. ربي يتقبل شهدانا ويشفي جرحانا في مواكبنا في الاحتصام، ويجمعنا بمفقودين يا الله. أنا الليلة في ناصر، تاد ناصر، أو زي ما نقول نحن بالتخفيف في ناصر. قبل ما أبدأ الجدارية، أنا طالع قبل شوي من عيادة أسنان، عشان كده حيكون الخشم حركته شوية كده غريبة، وفي صداع خفيف في الجنب كده كأنه شفت على الضرس. طيب، أنا حاليا في ابتداء ناصر، أو زي ما بنقول تخفيف كده في ناصر، في ناصر الخرطوم، في الجهة الغربية لجامعة جاردن سيتي، في إدارية في الحائط الغربي للجامعة دي. على يميني واحدة من المدارس القديمة، مدرسة الشهيد مقتسم حسن بركات، أسست 81، يعني ما قديمة شديد زي ناصر، يعني الحي القديم ده. خلونا نشوف الجدارية مع بعض. كان شفتها مرة بالليل، أنا مرة بالليل جاي الكافي بتاع فندق البرنس، وكنت رايح من الشارع فدخلت بالحيطة شفت الجدارية دي بالليل، لكن ما كان في طريقنا أشتغلها، كنت محتاج لإضاءة. فالحمد لله ربنا سهله، وجيت أشوف إذا اشتغل الجدارية دي. شوفوا مع بعض الفجر المرق ما بتمرق الدبابة، مقطع من كبير لغاية عملت في صورة ديسمبر، بغنيها طبعا دي مشكلة على سامي بس طوال. المهم بغنيها فنان متميز في الباند بتاع أصوات المدينة، كم أغنية تانية في سورة ديسمبر وغير ثوار 40 علامة النصر، 40 علامة السنة القديمة، علامة الاستقلال، لكن ما في جندر سنسيتيفيتي، ما في جندر برنس افتكر، الا لو كان حديد في بيت صغيرة في الثائرات اللي بسميها كنداكات يمنا بالملكات النوبيات الحكم السودان، يعني كنداكا من شختو اماري، فما في تمثيل مع انه كان الثائرات كان دور كبير في صورة اكتوبر، صورة عفوا ديسمبر 19 ديسمبر ثوار وكين الدبابة، دم من تحت، دم في عجل الدبابة، دم في الواطة، الدبابة موجهة فوق، فوق قاعد هناك فوق الدبابة. بعدين شكله الجريب راحت مرسيدس، لأنه في بتاع مش عارف مرسيدس بنز. فالجزء ده له علاقة بالمقطع الغني دور زي ما قلت لكم شويه مصدق، فما اقدر اتكلم كثير في اللايف ده. شكل الجداريه بالكامل نحاول نجيب مع بعض. طيب كده انتهيت من الميلاف التوثيقي ده، لكن لسه عندي جداريات هوثق فيها. البلد فيها الحمد لله كمية بتاعت ابداع،
ما طبيعية، ولسه في جدارات بتصير جديدة في حتات كثيرة شفتها غير الجدارات اللي خدتها في بالي. في ناصر هنا عندي جداري بعد مفقود، بس مفروض ياخد اللوكيشن زي ما تقول عادي. تاني عندي في الرياض شارع الستين، برضو في إدارية هناك كبيرة كده. في بري قريب من بري، بري بعيد مني شديد هنا طبعا. في بري في زي ثلاث أربع جداريات برضو كثيرة، دي العارفة إذا ما ظهرت جداريات تانية شرطة صار طبعا. شاكر لكم شديد لحسن المتابعة، نتلاقى إن شاء الله في ميضايف توثيقي جديد لإبداعات خرطومية أو إبداعات عمانية وإبداعات بحرية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.